وسام منير صبر أبو فوجو، عمري 32 سنة. أول حاجة، أنا عدد أفراد أسرتي بالنسبة لي أنا ولدين وبنتين، يعني عدد الأفراد ست أشخاص. بشتغل، كان معي أخوي، بعيل كمان أسرة الوالد اللي هي اللهم صل محمد، 4 أولاد وبنتين. مشروع عبارة عن حمام زراعي، كنت بأزرع جنبة خيار، بندورة، شمام. بصرف على العيلتين، يعني كنت معدل أطلع لي مثلا بسلك ديون، كان علي ديون من وراء الحمام، وبسلك وبأصرف، يعني بطلع لي متوسط 700 شيكل مع الوالد، وهذا بنمشي ايش موضوع كنا العيلتين. فمع القصف للحمام وقف وتعطل امور الحمام عندي، وعندي التزامات لانه لسه ما سلكتش كثير من ثمن الجنبه، علي ديون للادويه وشغلات كثير والتزامات لقصت كمان الحمام. كانت الجنبه حساسه جدا، بدها اهتمام فوق الزاد، يعني بدها رش بشكل يعني يوم بعد يوم، بدها اهتمام لانه علينا مصاريف وامور. وضع البلد كان احيانا الجنبه بتطلع سوقها، احيانا بنزل السعر تاعها بحكم ايش وضع البلد، مره المعبر فاتح مره مسكر، مره تصدروا الشهاده صدر هذه، فكنا بشكل يومي دائما بنيجي. فهي تعطلت الامور هيك بحجه انه اللي بطالب فيه بقول له انت هاي الحمام تعال شوف، انقصف تبهدلت، قاعد بعيد صيانه دين عدين، بحط حلمنا اوفر لقمه عيش يعني لاهل البيت، لكن الامور ان شاء الله مش هتوقف، هضل همشي وهكمل وهتمشي ان شاء الله.